من احنا صغيرين قد كده هما بيقولوا لنا دايما مصر هبة النيل، وعلى مدار التاريخ وصف نهر النيل بانه واهب الحياه للمصريين وسبب في نهضه حضارتها، وحاليا يعد اهم الملفات المعقده والمقلقه بالنسبه للشعب المصري، ملف المياه وسد النهضه. دايما بنتكلم عليهم ولكن دايما النظام عامل نفسه ان هو مش واخد باله منهم، وجت فترات حتى كان بيمنع اي حد يتكلم في الموضوع ده نهائيا لغايه لما وصلنا اللي احنا وصلنا له فيه دلوقتي. قلق بيتزايد مع كل بيان او تصريحات رسميه بسد النهضه متعلقه بسد النهضه، واخرهم كان بيان البنك الدولي. البنك الدولي طلع بيان حذر فيه من وصول مصر الى حد او الى حد الندره الشديده في المياه خلال 10 سنين قادمه، والسبب التغيرات المناخية والعوامل المؤثرة على تدفق المياه مياه النيل. التغيرات المناخية دي حاجة مش بإيدينا، ولكن العوامل المؤثرة على تدفق مياه النيل دي حاجة بإيدينا، وعارفين كويس هي بتتدفق منين، وعارفين المشكلة الكبيرة اللي موجودة عندنا. الخبر ده تتفاعل معاه المصريين بسخرية وغضب، منهم مثلا أسماء اللي قالت يعني دلوقتي هي بتفكر في الحالة اللي احنا فيها، وبتفكر كمان 10 سنين لما يكون في ندرة للمياه هيكون عندنا ايه، فبتقول يعني دلوقتي جوع وبعد 10 سنين عطش، فاللهم احفظ مصر وشعب مصر، واللهم ادم علينا نعمة الامان، امين يا رب العالمين. محمد شكري سخر وقال الترجمة بتاعت الخبر ده ان مصر لازم تاخد قرض لتنمية مواردها المائية، وكده هيرجعنا تاني لسكة القروض اللي احنا عمالين ناخد فيها كل شوية، ومفيش اي حاجة بتفيد الشعب المصري. ندرة المياه معاناة كبيرة جدا، ومعناها انك عندك عجز في تربيه الطلب على المياه، واللي قدرته الامم المتحده بان هو المفروض الطبيعي يكون 1000 متر مكعب سنويا للفرد في اي حته في العالم. الارقام الرسميه الصادره عن وزاره الري المصريه بتقول ان نصيب الفرد في مصر لا يتجاوز 560 متر مكعب فقط في العالم. وفي وسط التهديدات دي، وبعد ما عرفنا ان احنا عندنا مشكله وان احنا اصلا دلوقتي تحت خط المياه الطبيعي والنصيب الطبيعي لاي حد في العالم، بنشوف بقى الموقف المصري اللي المفروض يكون حازم شويه تجاه ملف سد النهضه متراخي جدا، وبنشوف حتى الرفيق اللي كان معاك في الموقف ده وهو السودان سابك وخلعه. شوف مثلا بلد زي السودان اللي كان موقفها من الموقف المصري تجاه ملف سد النهضه بتتجه حاليا لانها تروح ناحية أثيوبيا، وتحديدا في التصريحات اللي خرجت من اللقاء الأخير اللي تم بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وأبي أحمد بالخرطوم، اللي قال فيه نتفق مع أثيوبيا على جميع القضايا المتعلقة بسد النهضة، ورئيس الوزراء الأثيوبي أكد أن السد لن يسبب أي ضرر للسودان بل سيعود عليه بالنفع. كده معناه ان السودان ما بقتش معاك، السودان راحت على اثيوبيا. فالتصريحات دي قابلها بعض المصريين وغيرهم كمان بسخريه، فايمن صالح مثلا حب يفكرنا ببند اساسي ومهم جدا لينا كمصريين في اي اتفاقيه ان احنا بنعملها، فبيقول اهم حاجه حلفتوه ولا لسه؟ فالمفروض ان احنا نروح نحلف ونقول له قول والله العظيم والله 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 ما هتضر المصريين عشان نتاكد ان الاتفاقيه سليمه. احمد الجوهري اتكلم عن عسكر السودان ومصر وقال عسكر السودان باعوا مصر والسودان عشان مصالحهم، والبيادات عندنا ضيعوا النيل وضيعوا البلد كلها وخلوها خرابة. حساب آخر بيسأل عن هيبة الدولة المصرية، فبيقول هذا يعني أن مصر على الرغم من شراء الغواصات والطائرات والأسلحة بالمليارات لا تهز شعرة في أعين أي دولة صديقة أو عدوة، ومن الذي أوصلنا لهذا المصير. آخر تعليم معانا من فارس اللي قال الخلاصة بتاعت الحكم العسكري وقال العسكر وجهان لعملة واحدة الكرسي، ولتذهب الشعوب إلى الجحيم. وده اللي بيفكر فيه الشخص العسكري فقط، إن هو الكرسي بتاعه يستمر، مش مهم أي حاجة للشعب ولا اللي يهم الشعب والقضايا المهمة بالنسبة للشعب. حابب أفكركم إن كان في تصريح سابق لوزير الري في جلسة عن ندرة المياه والهجرة، وقال فيها أن هناك رصد للعديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه، وأن مصر بتقترب حاليا من حد الندرة في المياه. جدير بالذكر برضو أن البيانات الرسمية المصرية قالت أنه بيصل إجمالي الاحتياطات أو الاحتياجات المائية في مصر لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن احنا عندنا دلوقتي عجز يصل ل 54 مليار. ده دلوقتي احنا لسه ما عندناش اي حاجه ولا سد النهضه اشتغل بالشكل اللي هم عايزينه ولا اي حاجه. 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوه من خلال اعاده استخدام المياه واستيراد محاصيل زراعيه بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنويا. بعد الملء الاول
والتاني والتالت استكمال أسيوبيا لسد النهضة وضياع حقوق الشعب المصري في المياه، لا زال المواطن المصري بيتساءل عن مصير نهر النيل ومصير الحياة داخل مصر لو حصل اللي احنا خايفين منه في موضوع سد النهضة.